مصاب الجلل الذي ألم بأسرة الأمن الوطني التي فقدت أحد أبنائها البررة، شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه الوطني بعد تعرضه لاعتداء جبان أثناء عملية تفتيش بإذن قضائي استجابة لواجبه الوطني في حماية الوطن والمواطنين. الجزائر أمانة في أعناقنا، نحافظ على أمنها وأمانها وسلمها وسلامها، ولا قيمة لنا إلا بهذا الوطن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله